بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نحييكم تحية الختام مع شوط الوداع، هذا الذي انطلق قبل قليل ويحمل لنا كمية كبيرة من الأسماء الفائزة والمنتصرة والتي ياما سجلت الخير مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع رهف على مقدمة الأسماء على صدارة الشوط. هذه رهف لا سمو الشيخ هنا أيضا، ولكن لهجن سيح السلام سعيد بن مروشد في عملية التضمير. انتقل إلى الشاهنية، انتقل إلى الشاهنية لهجن الرياسة وعملية التضمير عند السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، إنها الشاهنية لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية التضمير. رابع الأسماء الشاهنية لهجن الرياسة وعملية تضميرها أيضا عند المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المهيري الله. انتقل إلى المجموعة الأخرى وإلى الوثبة لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. وصلت العين، وصلت العين، وصلت التحديات، وصلت الأسماء. هذه العين، هذه العين الحاضرة بكل قوة. الله 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 الله، العين. وهذا الشعار الجميل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. انتقل الى الاسم الاخر والى الوثبة والى الشاهنية والى التسللات والى الحضور من شعار هجن الرياسة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تحدي واثارة، فوز وناموس، اثارة ومتعة مع هذه الشعارات المنتشرة في هذا الميدان الدائري، باحثة عن الناموس، باحثة عن الفوز، باحثة عن تسجيل النقاط. رأينا الأشواط التي انتهت ورأينا البداية مع من هو صاحب مسك الختام، من هو الذي يكون في صداع الختام، من هو الرائع في هذا الشوط. سوف نراقب، سوف ننتظر بعد قليل. يا لها من أسماء، ويا لها من تحديات، يا لها من قوة، ويا لها من إثارة. الله 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 الله، يا هذه الأسماء عودة مع مسك الختام، عودة مع الشاهنية، عودة مع الإقلاع، عودة مع القوة، عودة مع الصواريخ المنطلقة. بسم الله ما شاء الله، اذكروا الله وصلوا على النبي. انطلاق سريع، انطلاق تلقائي مع الشاهنية، مع الشاهنية. هذه اللي بتحمل، هذه اللي بتحمل شعار الرياسة وعملية تضميرها عند راشد بن محمد بالسم المنصوري. اسمه قول وفعل وطاري وافعال كبيرة. المركز الثاني، الحضور ايضا من قبل رهف لهجن سيح السلم سعيد بن مروشد في عملية التضمير. وصلت الشواهين، شواهين وشواهين مع الثاني والثالث ومع الرابع كذلك. الوثبة خامسا، حلق المجازف مع ثالث الاسماء ورابع. الله يا الرياسة، الله الله يا المجازف، الله الله يا الوثبة، الله الوثبة مع المركز الخامس. وصلت الوثبة مع شوط الختام، مع التحديات، مع الناموس، مع الذهب، مع خطوات واثقة، مع انطلاق تلقائي. الوثبة لهجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الكوكبة الخماسية، هذه الشعارات القادمة الشاهنية والعين، ودار الزين بأكبرها حاضرة مع هذا الشعار العينوي، مع هذه اللحظات الجميلة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بخميس الينيبي.
النبي يا نبي. الله 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 الله. الشاهنية الأخرى ومعركة الرئاسة وهذه المعركة الشهيرة وهذه القوة والانطلاق. حيبها اللي تقول وتفعل، حيبها اللي تقول وتفعل وتسجل الذهب. نعد الجميع أن التغطية مع النواميس مستمرة. ما عليكم إلا التقدم، ما عليكم إلا الحضور، ما عليكم إلا مع العشرة، عشرة على عشرة نبصم لكم بالعشرة. مع هذه الإنجازات ومع هذا الذهب نعود مع الأحمر المرصع بالذهب المرصع بالخير. هذه هي الشاهنية، هذه هي الشاهنية. حلقت تحليق مبكر معك يا بسم، معك يا أيها الأسد يدافع عن عرين النواميس، يحافظ على هذا اللقب، يسطر الذهب والمعركة مرتفعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ذهب رئاسي رئاسي، قي سيطرة رئاسية. هذه هي الشاهنية وتلك الشاهنية الأخرى. الأولى معك يا أيها الأسد والثانية مع المجازف. التاريخ يتحدث والأقلام الذهبية دائما وأبدا. يا ما دونت ويا ما سطرت ويا ما احتفلت مع الرئاسة ومع عشاقها ومع مضمريها لكفاء. هذه هي الثالثة أيضا قادمة لا محالة. أيضا هنالك رهف لهجن سيح السلام. هجن سيح السلام لا يستهان بهذه الشعارات بهذا اللون الأزرق من خلال مشاركة رهف لهجن سيح السلام وسعيد بن مراشد. سعيد بن مراشد الحاضر بكل قوة. بينما هنالك المركز الرابع القدوم القادم 1200 الوثبة. الوثبة وصلت، الوثبة وصل العملاق، وصلت الرئاسة، وصلت الشاهنية الأخرى وشاهنية أخرى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كيلو ما بعد كيلو. اللي بيفتح جهاز، اللي بيختمها بالزعفران، اللي بيختمها بالمسك. غادرنا الكيلو، غادرنا الكيلو. انتصر المنصور إلى هذه اللحظات. الوثبة قادمة، أقلعت، شغلت الصواريخ وشغلت المراوح، مراوح التحديات. هذه هي الوثبة مع العملاق، مع العملاق سلطان، سلطان، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيضا الشاهنية على المركز الثالث لهجن الرئاسة. أيضا هنالك الأسد راشد بن محمد بن سم المنصوري. ولكن نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة، نعود مع هذا الإقلاع، نعود مع هذه المنطلقة. هذه هي الشاهنية، هذه هي الشاهنية المسيطرة، المسيطرة، القائدة، الفائزة، المنتصرة، اللي سجلت الذهب، اللي سيطرت هذه السيطرة. يا سلام. الرئاسة، الرئاسة، الرئاسة. وبالسم مسيطر هذه السيطرة على الهواء مباشرة. خلاص 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 الرئاسة، خلاص. ما شاء الله. الشاهنية، الشاهنية مع المركز الأول. معك يا بسم، معك يا أبو ذياب، معك يا المنصوري. البداية والنهاية سلام بلون الذهب، سلام الرئاسي، سلام الرئاسي. ما شاء الله. هذه لحظات الوصول وهذه لحظات النصر والانتصار. كمية فخر واعتزاز ونواميس للرئاسة ومضمريها لكفاء. الثالث الشاهنية، الرابع الشاهنية، وخامسا أيضا الحضور من الشاهنية لهجنة الشبة، والثاني لسعيد بن سالم. ما شاء الله. تهانينا 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 والناموس لهجن الرئاسة وللمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري، حيث البداية كانت رائعة مع الشاهنية وشوط الختام كان أروع مع شاهنية أخرى. هكذا هم الأبطال، هكذا هم الأبطال. 9 دقائق 8 ثواني وخمسة أجزاء من الثواني. التهنية للرئاسة والتهنية للسيد راشد بن محمد بسم المنصوري على هذا الفوز وعلى هذا التألق. المركز الثاني اللي ما قصرت 9 دقائق 11 ثانية 4 أجزاء من الثواني. التهنية أيضا لمضمر الوثبة السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الملكية لهجن الرئاسة. المركز الثالث اللي سطرت الذهب وتوقيتها 9 دقائق 17 ثانية 3 أجزاء من الثواني. التهنية لهجن الرئاسة والتهنية أيضا للمضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. Let's go.